إذا نوضح الموضوع أكثر مع ضيفنا دكتور أحمد هلالي استشاري أمراض القلب. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. إذا فعليا ما هي المخاطر القلبية بالتحديد اللي بواجهها الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافي من النوم؟ طبعا بداية أنا أحب أقول يعني إن النوم طبعا ميزة كبيرة. أثناء النوم ضغط الدم بيقل، عدد ضربات القلب بيقل، وطبعا اللي هي الهرمونات التوتر بتقل. طبعا الأشخاص اللي مش بتنام فترة كافية بيحصل العكس، الضغط بيفضل عالي فترة طويلة، هرمونات التوتر بتزيد، وده بيؤدي لارتفاع في ضغط الدم. بيعمل كمان اضطراب، قلة النوم بتعمل اضطراب في مركز الشبع، فغالبا الإنسان بيحتاج بياكل أكتر من الطبيعي، فبيحصل زيادة وزن، وزيادة الوزن بعد كده على المدى الطويل بتخش في سكر. وطبعا ارتفاع الضغط والسكر دي من أكبر المخاطر اللي ممكن بتسبب بعد كده مشاكل في الشريان التاجي، لا قدر الله جلطات القلب وجلطات المخ. نعم، كيف نصنف دكتور النوم بأنه صحي للقلب ومدى فائدته للقلب كذلك من ناحية حتى عدد الساعات الأهم ربما لنوم الشخص؟ مظبوط، يعني الأرقام اللي جت في التقرير فعلا بالنسبة للأشخاص من 7 لـ 9 البالغين من 7 لـ 9 ساعات، ده مظبوط. وبالنسبة للأطفال بيحتاجوا طبعا نوم أكتر، يعني ان الانسان يقدر ينام لعدد ساعات من النوم طبعا بيدي فرصه زي ما قلنا قبل كده ان القلب يستريح شويه، الضغط ينزل شويه، عدد ضربات القلب تقل، وده بيحافظ على صحه القلب. طبعا عضله القلب تفضل بنفس القوه، ويأخر اللي هي ان الامراض بالنسبه لفشل عضله القلب او ضعف عضله القلب تيجي. طب دكتور احمد، في ساعات معينه او توقيت معين بالتحديد لازم انه احنا يعني نذهب إلى النوم فيها، أم هي عبارة عن معادلة؟ يعني ممكن الواحد ينام 4 ساعات بعدين يرجع ينام وقت الظهيرة أو العصر الساعات الباقية؟ لا والله، هو الأفضل طبعا النوم بيبقى في فترة الليل، وزي ما قلت حضرتك 7 ساعات يبقوا متواصلين. في دراسة برضو خرجت من حوالي 4 سنين، بعض الناس اللي بتشتغل طبعا بالليل واللي بيشتغل بالليل طبعا بينام بالنهار، فبيعكس اللي هو الوقت الطبيعي للنوم، فهو صاحي بالليل ونايم بالنهار. ده برضو عملوا دراسة بينت انها بتزيد مخاطر ان الانسان يجيله ذبذبة القلب، وطبعا لقوا فعلا ارتفاع في عدد الاصابات بجلطة القلب وجلطة المخ. فطبعا النوم بالنهار مش صحي جدا، لان طبعا هرمونات الجسم بتتلخبط شوية بالنهار لو الانسان نام بالنهار، وفي نفس الوقت هي بتؤدي برضو لزيادة الوزن، نفس المشاكل، زيادة الوزن، اضطراب في مركز الشبع، وعلى المدى الطويل طبعا بيجي طبعا السكر لا قدر الله وامراض ثانيه طبعا. نعم دكتور، خلينا نقول لك بعض او حاجه يعني تنقال لنا انه ما فيش حاجه تعوض نوم الليل، هل هذه الكلمه صحيحه؟ صحيح، لأن زي ما قلت لحضرتك النوم بالنهار وعكس نظام النوم مش صحي برضو، لقوا فيه نفس المشاكل، بيحصل اضطراب في الشهية، الإنسان بيأكل كتير، الوزن بيزيد، حاجات زي كده، وده طبعا بطريقة غير مباشرة بتأثر على القلب. طيب دكتور، زي ما حكينا في بداية الفقرة أنه النوم سلطان ومش كل الناس عندها المقدرة على النوم، في كتير ناس بيعانوا من الأرق، طب إيش الحل هون؟ يعني ما هي الحلول للأرق وبالتالي الحصول على هاي الكمية الكافية من النوم؟ صحيح، هو طبعا المرضى بتوعنا طبعا يجي يقول لي أنا عندي يا دكتور مشكلة في النوم، أنا عايز قرص يساعدني. فأنا دايما نصيحتي بتقول قبل ما نروح للقرص إنك تاخد دواء عشان تنام، لازم تعمل يعني
حاجات انت شخصيا ترتب يومك وترتب ساعات يومك قبل ما تروح للقرص، لان طبعا الاقراص طبعا زي ما بيحل مشكله ليها اعراض جانبيه تانية. فالنصايح عموما يعني النصايح اللي هي العامه، اول شيء الانسان يثبت يعني يوميا يروح السرير في نفس الميعاد، يعني مثلا 10 مساء 11 مساء يحاول دايما الميعاد يبقى نفس الميعاد يوميا، ده اول شيء. ثاني شيء الإنسان يتجنب الإشعاعات، خاصة إشعاعات شاشات الموبايل، التابلتس، الحاجات زي كده، على الأقل آخر ساعة قبل ما ينام. يعني بعض الأشخاص يقولك طبعا هفتح الموبايل شوية بالليل لحد ما نام، ده بيدي طبعا تأثير عكسي، إنه للأسف ما بينامش بس بيقعد مثلا صاحي قدام الموبايل فترة مثلا ساعتين ثلاث. ثاني شيء الإنسان يتجنب طبعا الأكل قبل ما ينام، يعني قبل النوم بساعة ساعتين يعني ما فيش أي أكل. ونفس الشيء ما فيش أي تمرينات رياضية قبل ساعة أو ساعتين قبل النوم. شيء كمان طبعا يتجنب المنبهات، يعني مثلا ما يشربش مثلا قهوة أو شاي قبل النوم، وده طبعا يعني. والإضاءة برضه يعني يشوف الغرفة تبقى مظلمة، الصوت يبقى هادي شوية، درجة حرارة الغرفة تبقى مناسبة. دي كلها أشياء كلها نقدر نعملها تحسن النوم يعني بدون ما نلجأ للقرص أو العلاج. طيب دكتور، بالنسبة للمشاهدة في الليل قبل النوم، سواء تليفون أو تابلت أو حتى تلفزيون خلي نقوله، هل هذا الأمر بسبب الإضاءة المنعكسة من هذه الآلات الإلكترونية، أو بسبب أنه ممكن يبقى ساهر لوقت متأخر بسبب هذه المشاهدة؟ لأنه في ناس ممكن ما تعرفش ترقد إلا ما تتفرج على شيء معين. صحيح صحيح. لا والله هو الجزئين، اول شيء اول جزء الاشعاعات اللي طالعه دي بتعمل زي يعني تحفيز للمخ، فالمخ بيبقى يعني نشط اكتر من الطبيعي، فطبعا النوم بيبقى صعب. ثاني شيء طبعا لو حاجه يعني حاجه شيقه، فيلم شيق، برنامج شيق، غالبا الانسان بيبقى عايز يكمل برنامج لحد الاخر، فبيبقى نقطتين طبعا. الاشعاعات نفسها بتزود نشاط المخ فبتعمل صعوبة في النوم. تاني حاجة لو المحتوى بتاع البرنامج ده أو الحاجة اللي الإنسان بيتفرج عليها شيق، طبعا الإنسان بيبقى عايز يكمل لحد الآخر. نشكر مداخلتك معنا دكتور أحمد الهلالي، استشاري أمراض القلب، شكرا جزيلا لك.